ضحكتي عادي اهو. حبيتيني جدا. اصلك انا بصراحه ما اعرفش ان لسه في حاجات بتضحك كده، انا ما حدش قال لي. هو انت كنت بتقعدي مع مين يا فات؟ مع نفسي. بص انا قاعده في بيتي على طول ما بشوفش حد، فهعرف منين بقى ان الناس لسه بتضحك؟ عادي يعني، تعرفي من التلفزيون من النت. هو انت كنت عايشه تحت الارض؟ انا ما بروحش غير مدارس الاحد، وكل كام يوم كده يعني لما احس اني مخنوقه اخطف رجلي واروح لحد البقال امسك في خناقه افرج عليه مخاليق ربنا، ارجع بيتنا احس ان ياه شكرا يا رب، مش عايزه حاجه تاني من الدنيا. وانت ايه اللي خليكي تقعدي مع نفسك كده؟ وليه قطع مع الناس؟ ومتجوزتيش لغايه دلوقتي ليه؟ لا انا اتجوزت ثلاثه بس زعلوا. زعلوا؟ زعلوا، زعلوا جامد. اتخرجوا. اتخرجوا ازاي يعني؟ اتخرجوا من الدنيا، ماتوا. ما بصراحة يعني دي من الأسباب اللي مخلياني مش عايزة أشوف حد ولا حد يشوفني. أنا كل ما أتجوز راجل شهر اتنين ويتكل على الله لحد ما سموني ماتيلدا جنازات. بس ده مش مهم، لأن من حق الإنسان ياخد التجربة، يفشل ويقوم، يغرق ويعوم، وأنا صامدة شكرا يا رب. وبرضك مش ده المهم. أمال إيه المهم؟ أنا لما بحب حد بيموت على طول. نهار أسود ومنيل. وأنت حبيتيني؟ جدا. يخرب بيتك، بقولك إيه؟ روحي حب عبد تيمور، كان يوم أسود يوم ما خليتك تضحكي. أنا فاهمة اللي أنت بتعمليه ده كله، أنت مش متخيلة الموضوع ده مأثر في نفسيتي قد إيه؟ عشان كده أنت تلاقيني على طول مكشرة. عشان يعني لا احب حد ولا حد يحبني. طب ما انت اكيد بتحب اخوكي مينا. لا مينا ده من دمي. وبعدين يعني هو مينا اسم الله عليه حوق في حاجه؟ ده اسم الله عليه الدب السكينه في كرشه تتقطم. ما هو احنا كل حد في عيلتنا كده يعني بيتميز بحاجه. وانت كده برضو؟ امال. وايه بقى اللي بيميزك؟ احلامي. انا احلم الحلم يرشق في صحب النصيب. يا ابني انت مش عايز تعذب على الخديوي ولا ايه؟ ايوه انا هخطف الست دي ليه؟ عامل بيها ايه يعني؟ وليه مش انت اللي تعمل الحوار ده؟ يا عم انا رجالتي معروفه للخديوي ورجالته، ما ينفعش اظهر في الصوره دلوقتي. دي لقمه وهنقسمها سوا، انت حاسس عليك ايه؟ ما انا مظبط لك اللقطه كلها، انت هتروح تنفذه وبس. يعني انت شايف ان الحوار ده هيوجع الخديوي؟ يا عم امير الانتقام مالك فيه ايه؟ ما تنفذ الموضوع على انه شغلانه وخلصنا. وبعدين من ناحيه هتوجعه فايوه يا شبح هتوجعه. يا حسن اللي جاي احلى، اشتري مني. ماشي. لا 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 معلش، انا عايز افهم انت كنت فين النهارده طول اليوم وتليفونك كان مقفول ليه؟ بطاريه ايه يا قلبي؟ انت بتشتغليني؟ تمام تمام، ابعتي لي سكرين شوت بكل المكالمات اللي عندك بقى من غير ما تفكري تمسحي منهم حاجه، عشان لو عملتي كده هقع. انا جيت. ايه امال اللي دخلت تسحبي كده ليه؟ مش بتسحب، داخله عادي. ايه المفروض ادخل برقص واغني؟ طب فين دلوقتي يا هبه؟ فين دلوقتي؟ في دلوقتي وبعتي له وترك عليه. ماشي يلا يلا سلام. ايه بس كتير بتاعتي؟ انا ما سالتكش. عندك حق، انا مش عارف انا قلت لك ليه اصلا. تمام انا نازل. تمام برضو. ايوه مين؟ انا رفعت ادري. جرايا رفعت. انت هتقعد تنط لي كل شويه من رقم شكل؟ ما قلت لك هقول لجوزي، ولا انت عايز مشاكل؟ انا عايز مصلحتك، عايز ارسيك على تاه منك بدل ما انت نايمه على ودانك. انت قصدك ايه وبتتكلم عن مين؟ مش هينفع في التليفون، لازم اشوفك الاول، ساعتها هتعرفي كل حاجه. من الاخر الموضوع يخص الخديوي.
ماشي يا رفعت، بس قسما بالله لو طلعت بتكذب عليا لا يبقى اخر يوم في عمرك، ومش على ايد الخديوي، على ايد انا. هسهل عليكي، اطلعي لي على السطح، هما خمس دقايق هرسيكي على الليله وبس كده. استني مني رساله هقول لك امتى بالظبط نتقابل. سلام يا ست البنات. هيكون ايه؟ الخديوي يتجوز عليا؟ طب والاعمال اللي انا عاملاها له؟ ايه مفعولها راح؟ الحمد لله انك بخير، بنتك رعبتني، خليتني اسيب الاسم جالي وجع لهنا. انا كنت تعبانه قوي فعلا والله يا محمود. طبعا يا ماما، انت لازم تنامي زي البني ادمين الطبيعيين، انت ما بتناميش خالص. بعدين كفايه قهوه بقى، تشربي قهوه كتير قوي. على فكره انا هبطلها لك القهوه دي. ابوك اللي كان حكمدار العاصمه بحالها لما جه يبطلها لي علمتها له، انت هتبطلها لي؟ اه. يا حسام خير في ايه؟ عملوا محضر صلح؟ طب خلاص مشيه، هو هيجي لوحده ما تقلقش. لا الحاجه تمام زي الفل الحمد لله. تسلم يا حبيبي، يلا سلام. برضو قهوة تاني؟ هو ايه ادمان؟ لا عند، وهعمل لك معايا كمان. ماشي هيا قاعدة شوف اخرتها ايه. اتفضل. على فكره اللي انت بتعمله ده اكبر غلط. واللي انت بتعمليه هو اللي صح. بكلمك من اول يوم مش عارفه اوصلك وتليفونك مقفول. انا عايز اعرف انت كنت فين. لا انت ما تزعقش. ايه يا حبيبي فوق كده؟ وانت فاكرني مراتك ولا فاكرني غزل؟ فوق لنفسك كده واهدى شويه بدل ما اقلب لك على الوش التاني. انت بتعملي معايا كده ليه؟ انت بتحبي تعذبيني؟ ابتدينا بقى جو الافوره والمسكنه. استنى استنى لما اخش اجيب لك مناديل عشان لما تعيط. هي دي غلطتي ان انا بكيت قدامك في يوم؟ انا لما عملت ده على فكره عملت ده عشان حبيتك. وانا بقى مش عاجبني طريقه حبك، والعلاقه كلها مش مريحاني. انت راجل متجوز وبتخاف من مراتك موت، قربت مني ليه؟ عشان حبيتك.